مساء الخير. ليلى اتأخرتي كده ليه؟ ده حسني هنا من بدري قوي. ما حياتك انا جيت اهو زي ما حياتك عايز. خير؟ كان في حاجة؟ خير طبعا. احب اعرفك العم سام. الو. انا بقول له العم سام. هو اسمه سام بس انا بقول له العم سام. تصوري يا ليلى عايز يطلع يسهر برا عشان يفرفش ويضحك. قلت له طب وليه؟ ما احنا عندنا هنا في الفيلا ممكن نضحك ونسهر ونعمل كل حاجه وهخليك تفرفش على الاخر. اوكي سام. مورو. هنجربك في المزاج والفرفشه. بس يا ليلى يا باشا ملهاش في الفرفشه. انت حد اذنك تتكلم؟ انا اقصد يعني انها ملهاش في. خلاص قوم قوم رص الحجر اللي باشا ولا عايزه يزعل منك. حاضر يا باشا. وانت يا ليلى عندك فستان فوق عايزك تلبسيه وتنزلي عشان تفرجينا على راسك. يا باشا ليلى ملهاش في الراس. انت مجنون مجنون يا ابني. روقوه. ما تبصيش يا ليلى. ما تعمليش اللي بقول لك عليه ده. يا ليلى انت واقفه بتعملي ايه؟ روحي روحي. مش هتروح ليلى. مش هتمشي. لو مشيت انت مش هتمشي من هنا سليم. سليم وانت يا ليلى